تم إلغاء برنامج كينج هان. بس غير البرودكشن ما في شيء كويس صراحة. خلي رغدك يوم جيان بيورطى بسبب برنامجها تانك هانت. مع بداية شهر رمضان المبارك أطلقت رغدة برنامج رمضاني بعنوان تانك هانت كباقي صناع المحتوى، إلا أن فكرة البرنامج مختلفة. وفور عرض الحلقة الأولى تعرضت رغدة لهجوم كبير على تويتر وكل السوشيال ميديا بسبب تصويرها بمتحف الدبابات بالأردن وهو مكان أثري. ولأشعل الموضوع أكثر هو فيديو عمر أبو الرب اللي انتقد فيه رغدة وصرح أنه اللي عملته إهانة للآثار. مقابلات هي هو عم تذبحني، جد عم تذبحني. شوفوا أظن الإشي اللي بنرفز بالبرنامج إنه هو برنامج تلاقي مفتاح تحل لغز، بس هيك كله ميوزك سسبنس وجو سسبنس كثير 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 ومقابلات مع كل حدا، وهيك بتحس الفكرة مأفورة كثير. ويذكر انه دائما كان في حساسيه بين رغدة وعمر ابو الرب حسب تصريحه. واختفت رغدة بعد الهجوم وما نزلت غير حلقه واحده لاول 10 ايام من رمضان. وخرجت رغدة الامس وصرحت انها اوقفت البرنامج وانها كانت نيتها انها تسلط الضوء على متحف الدبابات لا اكثر. ومنشنت رغدة العديد من اصدقائها وشكرتهم لدعمها. مرحبا يا جماعه، بدي اخبركم انه تم الغاء برنامج تينك هانت، والقرار هذا طلع مني انا لانه انطلب التعديل على البرنامج بطريقه بطلت تناسب الكونتنت تبعي. وشكرا لكل حدا حب البرنامج ودعمه وفهم فكرته. وعادت نشر ستوري انستغرام صرحت فيه انه نفسيتها جدا متعبه بسبب هالموضوع،